طيب موديول 2 بيتكلم عن البيزك سويتش اند اند ديفايس كونفيجريشن، اللي هي الكونفيجريشنز الخاصه بالسويتش والاند ديفايس مع بعض. فطبعا هتلاحظ هنا ان انت عندك بيهتم قوي بالتوصيلات بتاعه الاجهزه دي ببعضها ببعض، والبيزك كونفيجريشن بتاعه الايه التوصيله اللي انت عملتها دي. طيب مبدئيا كده لازم تكون عارف اصلا هو ايه سيسكو اي او اس اكسس ده. وطبعا السيستم اللي احنا بنشتغل عليه او الاوبريتنج سيستم اللي بيبقى موجود على السويتش او الراوتر بنسميه حاجه اسمها الاي او اس. مش الاي او اس ده اللي هو بتاع الايفون، لا ده حاجه وده حاجه. الاي او اس ده اللي هو الايه، اللي هو الاوبريتنج سيستم اللي بيبقى موجود على السويتش او الراوتر. السويتش او الراوتر ده جهاز زي اي جهاز في الدنيا، فلازم يكون عليه سيستم يشغله او سيستم يتحكم فيه، فده اللي هو ايه، ده اللي اسمه اي او اس، تمام كده، او سيسكو اي او اس. طيب انت عشان توصل بقى للسيسكو اي او اس ده وتبدا تتحكم فيه وتعمل الكونفيجريشن، فده اللي هو الشابتر المسؤول عن الموضوع ده. طيب مبدئيا كده لازم تكون عارف اصلا الفرق بين شويه حاجات. اي اوبريتنج سيستم في الدنيا بيبقى مكون من ثلاث حاجات، حاجه اسمها شيل. الشيل ده اللي زي مثلا الويندوز اللي احنا شغالين عليها ديت، اللي هو السي ال اي اللي هو الكوماند لاين انترفيس، او الجي او اي. يعني السي ال اي بيعمل لك على فكره بيعمل لك الحاجات بتاعت الجي او اي. فالناس اللي هم الادمنستريتورز اللي بيحبوا الشغل بتاع اللي هو السي ام دي، ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن السي ال اي، او ده بيسموه الشيل، تمام كده؟ ده بيعمل لك شويه حاجات تقدر تعملها بالجي او اي، بس ايه؟ بس مش كل حاجه. في حاجات بتقدر تعملها بالجي او اي، وفي حاجات بتقدر تعملها بالسي ال اي. الكيرنل ده اللي هو الكوميونيكيت بتوين الهاردوير والسوفت وير. يعني عندك الجهاز بتاعك مكون من هاردوير وسوفت وير، فمين اللي بيخلي الاثنين دول يتعاملوا مع بعض؟ فهو الايه؟ هو الكيرنل بتاعك، تمام كده؟ طيب الهاردوير ده اللي هو الايه؟ اللي هو الحاجات بقى اللي مكونه من الجهاز نفسه بقى، اللي هي البورده والرام والديسك والكلام ده كله. طيب ده نفس الكلام بالظبط بينطبق على الجهاز او السويتش والراوتر بتاع سيسكو. هو نفس الكلام بالظبط الموجود هنا، اللي هو عنده برضه بيبقى عنده برضه رام وعنده ديسك وعنده كل حاجه، تمام كده يا جماعه؟ ويبقى عنده برضه كيرنل وشيل. الشيل ده اللي بتبدا تدخل من خلاله عشان تعمل كونفيجريشن على الراوتر او السويتش ده، ماشي كده؟ طيب الجي او اي هيبدا يمسك لك كل واحده بقى ويبدا يشرح لك. الجي او اي زي مثلا ويندوز بحاجه بالشكل ده كده، معلش والبروبلم. حضرتك يا باشمهندس، نعم انا اسف بس معلش عايز استفسر عن حاجه. هو الشيل يعتبر حاجه بيطلق عليها اللي هو يوزر سبيس، عشان اتعامل مع اقدر اتعامل مع الهاردوير من خلال الكيرنل. يعني اللي هو الايه، اللي هو الشيل ده اللي تبعت اوامر للكيرنل، والكيرنل هو اللي بعد كده يبدا ينفذ الاوامر ديت على الهاردوير. فهو زي السي ال اي بالظبط بتاع الويندوز، او زي التيرمينال بتاع اليونكس او بتاع الاوبونتو. لو في حد دخل اوبونتو هتلاقي في عندك حاجه اسمها التيرمينال. التيرمينال ده هو اللي اه بتبدا تكتب عليه الاوامر، والاوامر دي بتروح للكيرنل، والكيرنل هو اللي بيبدا يتعامل مع الهاردوير. لو انت مثلا عاوز توصل، عاوز تشغل ساوند، عاوز مثلا تعمل يعني تحمل حاجه في الرام، عاوز تعمل اي امر عندك، فالامر ده بيروح للكيرنل. الكيرنل ده هو اللي بيكومنيكيشن ما بين السوفت وير الموجود عندك والهارد وير عشان يبدا يحقق لك الحاجه اللي انت عاوزها. فالشيل ده اللي هي الشاشه السوداء اللي بتبقى موجوده على اي جهاز. طيب السويتش او الراوتر هو عنده بس ايه؟ عنده الشيل اللي احنا بنتكلم عليها دي، اللي هي الشاشه السوداء دي. الشاشه السوداء دي اللي تبدا تدخل من خلالها بقى على الراوتر او السويتش، تبدا تعمل الكونفيجريشن بتاعتك، تمام كده؟ البيربز بتاع اي اوبريتنج سيستم في الدنيا اللي هو ايه؟ اللي هو بيبدا هو اللي بيديك الصلاحيه ان هو يبدا يتحكم لك في السوفت وير والهارد وير الموجود عندك. هو ده اللي بيديك اصلا السي ال اي الكوماند لاين انترفيس، او بيديك الجو اي عشان يبدا ايه؟ تبدا انت تتعامل مع الايه؟ السيستم بتاعك. طيب الاكسس ميثود، ايوه يا جماعه الصوت واضح؟ الصوت واضح يا جماعه؟ تمام كده. تمام. طيب دلوقتي احنا عندنا في ثلاث انواع من الاكسس ميثودز، يعني ازاي تاكسس الراوتر او السويتش بتاعك عشان تقدر تعمل عليه الكونفيجريشن. في ثلاث انواع من الاكسسبيلتي دي. النوع الاول اللي هو الكونسول. الكونسول ده اللي هو بيبقى عندك ايه؟ بيبقى عندك الجهاز بتاعك اللي هو السويتش او الراوتر موجود قدامك في نفس المكان. يعني مثلا لو احنا جينا مثلا ايه؟ نرسم بس كده عشان نبقى الدنيا واضحه. لازم يكون عندك الجهاز بتاعك اللي هو اللابتوب بتاعك اهو، ماشي، ومعاك كمان ايه؟ معاك السويتش او الراوتر موجود. فتقدر عشان تعمل توصل كونسول لازم توصل الجهاز ده بالسويتش او بالراوتر، ولازم يكون الاثنين دول موجودين قدامك في المكان اللي انت واقف فيه، تمام كده؟ فدي اول طريقه لايه؟ اول طريقه للتوصيل هي الكونسول.
وديت احنا بنستخدمها دايما في الانيشال كونفيجريشن عشان تبدا بس تحط الكونفيجريشن المبدئيه على السويتش او الراوتر. طيب تاني حاجه في عندك نوع تاني اسمه سكيور شيل اللي هو اس اس اتش، ماشي، دي بتبدا تكونكت على الراوتر او السويتش، بس انت ممكن تكونكت من اي مكان. يعني انت عندك السويتش موجود، السويتش مثلا موجود هنا كده ماشي، وانت موجود مثلا في اي مكان تاني في اي دوله تانية، موجود في اسكندريه وهي مثلا في القاهره، او انت موجود في القاهره اللي هو السويتش بتاعك موجود في القاهره وانت موجود في امريكا عاوز تكونكت على السويتش ده. فده طبعا ده النوع التاني هو السكيور شيل. بس في عندك نوع تالت اسمه التلنت. عندك السكيور شيل او التلنت، الاثنين دولت بيدوك الصلاحيه انك تكونكت على راوتر او السويتش من بره، تمام. بس الفرق ما بين الاثنين دولت ان ده بيبقى سكيورد، بيعمل انكريبشن للرسائل او بيعمل انكريبشن ما بينك وما بين السويتش او الراوتر، اما التلنت ده مش ايه، مش انكريبتد. تمام كده يا جماعه، فهمنا كده ايه الفرق بين الثلاثه دول. يبقى عندك الكونسول لازم يكون الجهاز موجود قدامك اللي هو السويتش او الراوتر موجود قدامك والبي سي موجود قدامك عشان توصلهم ببعض، وديت دايما بنستخدمها في الانيشال كونفيجريشن لان الجهاز الراوتر او السويتش بيبقى جاي اول مره معلوش اي كونفيجريشن، فلازم توصله من خلال الكونسول. طيب انت عشان توصله من خلال الكونسول الكابل بتاعك مختلف، ده شكل الكابل اللي انت تبدا توصله على الجهاز بتاعك اللي هو بيبدا عندك الجاك ده. الجاك ده هو اللي بيوصل في الايه، ده اللي بيوصل عندك في السويتش ده اللي انت تبدا توصله في السويتش، والجاك التاني ده اللي تبدا توصله ايه، توصله في اللابتوب بتاعك. لو ده ما بيوصلش عندك في اللابتوب فلازم تجيب له ايه، لازم تجيب له انفرتر عشان تقدر توصلهم الاثنين ببعض. ماشي كده يا جماعه. طيب عشان تبدا تخش بقى على الجهاز ده اللي هو اللي هو سويتش او راوتر ده من خلال اللابتوب من خلال الكونسول كابل يعني، فلازم يكون عندك فيه سوفت وير معين عشان تقدر تدخل على الكابل ويجيب لك الشاشه السوداء اللي هي الشيل بتاعتنا. طيب في طبعا اجهزه، في طبعا انواع كتير من الايه، من السوفت وير دي، في سوفت وير اسمه بوتي مثلا يعني، لكن اللي موجود عندنا في سيسكو دلوقتي اللي هو ايه، اللي هو الباكت تريسر. يعني الباكت تريسر ده هو اللي بيديك الايه، الصلاحيه انك تدخل على ال توصل الاجهزه الكونسول ببعض. وفي عندك بقى برنامج جوه الجهاز نفسه اللي هو اسمه التيرمينال، هنشوف الكلام ده عامل دلوقتي. طيب فعندنا هنا الكونسول ده اول حاجه، لازم يكون الجهازين موجودين قدامك ولازم يكون اول مره اشتريت السويتش او الراوتر توصل بالطريقه دي. الطريقه الثانيه ديت بتوصل الراوتر بتاعك على توصل الراوتر بتاعك على البي سي، بس بيبقى سكيورد، بيبقى الكونكشن بتاعتك سكيورد كده، عامله زي الفي بي ان كده. التنت بتديك صلاحيه انك توصل برضو على راوتر او سويتش من اي دوله في اي دوله ثانيه، بس الموضوع مش سكيورد. طبعا الكلام ده كله هايه، هنشتغله عملي. ثلاث انواع دول هنشتغلهم عملي. طيب قلنا ان في انواع التيرمينالز اللي هي مثلا حاجه اسمها البوتي والايه والكوم 3، ده ممكن تجربوا الحاجات ديت على الجهاز بتاعكم. بس طبعا انا احنا كده عشان اصلا احنا كده كده هنشتغل على الباكت تريسر، فالباكت تريسر مديك برنامج على الاجهزه الموجوده عليه اللي هو التيرمينال. طب تعالى نشوف الموضوع ده عمل الاول كده. لو احنا عاوزين نوصل ايه، عاوزين نوصل جهاز، طيب احنا عندنا هنا لو احنا عاوزين نمسح الكلام ده كله يا جماعه بنحدده كده ماشي، وعندك اللي هو الزرار بتاع الديليت تكليك عليه هيقول لك انت عاوز تمسح الكلام ده كله ولا، ونقول له ايه، نقول له اوكي مفيش مشكله. لو جاب لك علامه الاكس اللي انت ماسكها دي كده كده العلامه بتاعه الديليت معاك. طب انت عاوز مثلا تكون المود بتاعك انك عشان ترسم او عشان تنزل حاجات توصلها ببعض، فهتيجي عند العلامه السهم اللي على الشمال دي كده ماشي. طيب احنا دلوقتي عاوزين نوصل سويتش بجهاز، فهنيجي هنا نختار السويتشز من تحت كده، نختار مثلا اللي هو 2960 ونيجي عند الاند ديفايسز نختار اللي هو البي سي ده ماشي. وعشان اوصل الاثنين دول ببعض فهاجي عند اللاينز، وهتلاقي عندك اول نوع من الكابلز اللي هو الايه، اللي هو الكونسول كابل. فهكليك على الكونسول كابل كده واطلع فوق هتلاقي الكابل معاك، تيجي تكليك برضه شمال على الجهاز ده هيقول لك انت عاوز توصل الجهاز ده فين؟ اقول له انا عاوز اوصله على الار اس 232. ركز في الكلام ده كويس جدا، عاوز اوصل الكونسول، عشان توصل الكونسول لازم توصله على الار اس 232 للبي سي بتاعك. طيب وعشان توصله على الجهاز ده ماشي، عشان توصله على الجهاز لازم توصله من خلال ايه؟ الكونسول عندك فوق ماشي كده يا جماعه. يبقى انت عندك الكابل بتاعك زي ما انت لسه شايفه من شويه، لما تيجي تبص بقى للكلام ده بالشكل اللي احنا ايه لسه شارحينه من شويه، اللي هو شكل الكابل ايه، كونسول بتاعنا اهو تمام. الكابل ده هو اللي بيدخل في الايه، ده اللي بيدخل في اللابتوب من خلال ار اس 232، والكابل ده هو اللي بيدخل في السويتش، فده اللي هو الكونسول كابل.
وده اللي بيدخل من ايه على اللابتوب. ماشي. طيب انت كده وصلت الايه، وصلت الجهازين ببعض على وصلت البي سي بالايه بالسويتش. طيب انا عاوز دلوقتي اكونكت على السويتش ده عشان اعمل انيشال الكونفيجريشن بتاعتي. اكونكت ازاي؟ هاجي على البي سي ده كده، كليك عليه هتلاقي فيه كذا تاب فوق كده، هتلاقي فيه تاب خاصه بالفيزيكال، وديت بيبقى فيها مثلا ايه حاجات بسيطه يعني ما بنستخدمهاش كتير. اهم حاجه بنستخدمها هنا اللي هي الكونفيجريشن دي، دي اللي بتبدا تحط بها اي بي هات، وتبدا تختار مثلا فصل ايثرنت اللي هي البورتس الموجوده على الجهاز بتاعك، تحط مثلا اي بي معين. طبعا الكلام ده كله هنتعرض له، لكن لو انت جيت لحاجه اسمها الديسكتوب هتلاقي البرامج اللي موجوده على الجهاز ده، الديفولت بروجرامز اللي موجوده على الجهاز. يعني مثلا زي اي جهاز موجود معاك، انت عندك مثلا براوزر، في هنا براوزر اهو. طيب في هنا مثلا اي بي كونفيجريشن عشان تعمل مثلا اي بي كونفيجريشن تحطها على الجهاز بتاعك. طيب ايه هو بقى البرنامج اللي هنا اللي يديك الصلاحيه انك تدخل على السويتش ده عشان تعمل كنيشن كونفيجريشن؟ اللي هو ايه؟ اللي هو التيرمينال ده. فلو عملت كليك على التيرمينال وتقول له هنا اوكي، هتبدا ايه؟ هتلاقي نفسك داخل على الشاشه السوداء دي. طيب الشاشه السوداء ديت اول حاجه هيقول لك بريس انتر او بريس ريتيرن تو جيت ستارت، دي انت بريس انتر يعني. اول لما تكليك بريس انتر كده هتلاقي كلمه سويتش وعلامه ايه؟ الجريتر زان. طيب يعني ايه سويتش وعلامه جريتر زان؟ كده انت دخلت من البي سي ده، دخلت على السويتش ده، فتقدر بقى بعد كده تعمل ايه؟ تعمل الكونفيجريشن اللي انت عاوز تعملها على السويتش اللي انت شايفه ده كده. في اي مشكله كده يا جماعه؟ اي مشكله دلوقتي ازاي تكونكت على من البي سي على الراوتر او السويتش من خلال الكونسول كاب؟ في اي مشكله دلوقتي؟ موضوع بسيط خالص، انت بتوصل من خلال الكونسول كاب، توصل على ار اس 232 وتوصل الناحيه الثانيه على الكونسول، ماشي، وتبدا تدخل على البي سي تجيب البروجرامز بتاعته من الديسك توب، وتدخل على التيرمينال هيدخلك على السويتش. طبعا لو انت دخلت على السويتش بقى تقدر تعمل ايه؟ اي كونفيجريشن. مثلا لو انا جيت مثلا دخلت على انيبل، طبعا الكلام ده كله لسه هنعرفه ايه؟ هنعرفه قدام. الانيبل ده هو عباره عن كونفيجريشن بيغير ايه؟ بيدخلك في مود اعلى من المود اللي انت واقف عليه دلوقتي، يعني ده المود اللي هو الايه؟ ده المود الاول خالص، وده المود الثاني، وطبعا في مود اعلى منهم اللي هو ايه؟ اللي هو الكونفيجريشن ايه؟ تيرمينال. ده بيبقى مود اعلى، بيبقى فيه كومنتس اكتر من الجماعه الايه؟ اللي فاتوا دول كلهم. تمام كده؟ طيب بعد ما دخلت على الراوتر او السويتش من خلال الكونسول كابل، فبيظهر لك لو انت اصلا موصل على راوتر فهيظهر لك الشكل ده كده، كلمه راوتر وعلامه جريتر زان. طب انا دلوقتي كنت موصل على سويتش، فهيكتب لك كلمه سويتش وعلامه جريتر زان. تمام. طيب في ثلاثه مود زي ما كنا بنتكلم. المود الاولاني اللي هو اليوزر اكسكيوتابل مود، اليوزر اكسكيوتابل مود ده اول مود موجود عندي. اول مود بتفرق ما بينه وما بين الثاني ازاي؟ المود ده بيبقى مكتوب كلمه راوتر وعلامه جريتر زان. طب المود الثاني اللي هو البريفليجد اكسكيوتابل مود، ده بيبقى علامه راوتر وايه؟ ويبقى جنبها الايه؟ الهاش اللي هي علامه الشباك دي. تمام كده؟ طب ايه الفرق بين المود الاولاني والثاني؟ ده بيبقى ليه كوماندز معينه، كوماند شويه كوماند بسيطه جدا، وده بيبقى ليه كوماند ثانيه ايه؟ اعلى منه شويه. وفي بقى الاكبر منهم كلهم اللي هو الجلوبال كونفيجريشن مود، اللي هو بيبقى ايه؟ بيجي قبل الهاش ويحط كلمه كونفيج. طبعا ده بيبقى ليه كومنتس اكتر من الاثنين اللي قبلك، يعني ده بقى اللي بيبقى خاص بالايه؟ بالكونفيجريشن كلها. ده اللي بيبدا يعدل لك بقى، يحط لك اي بي هات، يغير لك في البورتس، يظبط في الانترفيس بتاعتك، الكلام ده كله. ماشي؟ الكلام ده كله ايه؟ لسه هنعرفه ان شاء الله. طيب بيقول لك لو انت عاوز تتنقل من المود الاولاني، اللي هو لو انت واقف دلوقتي على الراوتر، نرجع تاني للراوتر اهو، نيجي على البي سي نفتح كده. فلو انا عاوز ارجع يعني هرجع بالاكزيت كده ايه عشان اوصل للمود الاولاني خالص. يعني لو جيت عملت اكزيت كده كده كاني داخل على الراوتر اول مره. طيب اول حاجه هتكليك انتر. طبعا ده اول مود عندي يا شباب. اول مود ده اللي هو اليوزر اكسكيوتابل مود، بيبقى ليه شويه كومنتس بسيطه جدا. تمام. طيب لو انا عاوز ادخل على المود الثاني اللي هو المود الاعلى منه شويه، هقول له ايه؟ هقول له كلمه انيبل. تمام. كلمه انيبل ده بيدخلك على المود الثاني اللي هو الايه؟ اليوزر بريفليجد مود. ايه الفرق بين ده وده؟ انت عندك علامه اكبر منه وعلامه الهاش. طيب ايه الفرق برضو الجوهري ما بين الاثنين دولت؟ ان ده عنده شويه اوامر خاصه بيه، وده عنده شويه اوامر خاصه بيه بس اعلى من مين؟ اعلى من الاولاني. طب لو انا عاوز اخش على المود الاعلى هقول له ايه؟ الكونفيجر. طبعا انت ممكن تختصر الكلام ده، الكونفيجر تيرمينال او ايه؟ او الكونفيج او الكونف تي، ده او ده هتشتغل معاك. يعني ممكن اقول له هنا كده، ممكن ارجع خطوه ثانيه كده، انا رجعت ثاني اهو بالاكزيت للمود اللي قبلي، وعاوز ادخل ثاني من خلال الاختصار هقول له ايه؟ كونف تي.
ماشي، دي تشتغل ودي تشتغل. طيب لو انا رجعت برضو تاني كده قلت له اكزيت، وقلت له انا عاوز برضو ادخل على الكونف تي بطريقه تانيه، ممكن اقول له هنا كونف واتك كتابه، هو هيكمل لي الكلمه اللي ايه متوقعه. يعني لو مش عارف اكتب الكلمه على بعضها بكتب مثلا اول حرفين ثلاثه، هو يبدا يكمل لك الكلمه الثانيه. طيب والكلمه الثانيه مثلا اقول له ايه برضو تابه، هيكمل لك الايه الكلمه الثانيه على بعضها اللي هو الكونفيجر ايه كونفيجر تمام. ماشي كده يا جماعه؟ يبقى كده انا دخلت على المود الاولاني خالص اللي هو اليوزر اكسكيوتر مود، بعد كده اليوزر بريفليج مود، بعد كده الايه بعد كده اللي هو الجلوبال كونفيجريشن مود. ماشي. طيب يبقى احنا كده عرفنا ازاي تتنقل ما بين المودز المختلفه الموجوده عندك اهوت، اللي هو اليوزر اكسكلود مود اللي عندك انيبل، وعندك ممكن اكزيت عشان ترجع من المود اللي انت واقف عليه دلوقتي، ترجع خطوه للايه الخطوه اللي قبلك. طيب اي كوماند بقى بتبدا تكتبه على الاي او اس كوماند ستراكشر، او اي كوماند بتكتبه بعد كلمه سويتش دي بيبقى متكون من حاجات معينه. اول حاجه بيبقى عندك البرومبت، البرومبت بتاعك ده اللي هو كلمه سويتش والعلامه اللي جنبه. يعني مثلا لو انا واقف دلوقتي في اليوزر اكسكيوتر مود بيبقى عندك كلمه سويتش وعلامه اكبر من دي البرومبت بتاعك. طيب الكوماند بتاعك بقى اللي انت هتبدا تكتبه بعد شويه اللي هو مثلا كلمه انيبل اللي احنا لسه كاتبينها من شويه دي الكوماند بتاعك. طيب الكوماند دي تحتمل ان هي ممكن تكون جنبها حاجه ثانيه، يعني ممكن يكون معاها حاجات ايه معاها حاجات ثانيه. يعني مثلا ده الكوماند اسمه شو ده، فلازم تكمله بحاجات معينه. طيب التكمله بتاعته ديت لازم تاخد سبيس كده ما بين الكوماند نفسه وما بين الايه الكلمه المكمله بتاعته اللي هو الشو اي بي بروتوكولز، يعني وريني البروتوكولز بتاعتي. ماشي. طيب في كوماند بسيطه اهوت اللي هو سويتش مثلا، عاوز اعمل بينج. بينج دي بتستخدمها بالمناسبه بنستخدمها عشان نتصل بالجهاز اللي جنبي عشان اعرف انا مكونكتد بيه ولا لا، يعني كان ببعت له رساله هو بيرد عليا عشان يقول لي مثلا انا كونكتد بيه ولا لا. طيب تعال نشوف الكلام ده عملي. لو انا جيت هنا كده على البي سي كده فتحت الايه الكوماند اهو. طيب انا دلوقتي مثلا واقف على الكونفيجريشن مود اهو. طيب انت شايف ان الكلمه بتاعه سويتش دي موجوده، دي الهوست نيم بتاعي اللي هو اسم السويتش بتاعي اسمه سويتش. طب انا لو عاوز اغير مثلا السويتش الموجود ده ممكن اغيره عن طريق كوماند بسيط كده، اقول له ايه الهوست نيم بتاعي هيبقى اسمه ايه هيبقى اسمه سويتش، هيبقى اسمه قصدي ممكن نسميه اسم تاني بقى ايه نسميه مثلا اس 1 مثلا، واكليك انتر كده هتلاقي الايه هتلاقي كلمه سويتش اتشالت وحط مكانها ايه مكانها اس 1. طيب ايه اللي انا عملته ده؟ ده على بعضه اسمه كوماند. ماشي. طيب ده البرومبت بتاعي يا شباب اللي هو من اول السويتش لحد الكونفيج وبعد الهاش، ده كله ايه ده البرومبت، وده الكوماند بتاعتي اللي انا هبدا ايه هبدا اكتب بيها الايه الامر بتاعي يعني، ودي الحاجات المكمله بتاعتها. يعني مثلا ده هوست نيم، يعني بقول له غير لي الهوست نيم سميه ايه سميه اس 1، انت ممكن تسميه احمد ممكن تسميه محمد اي حاجه ايه انت عاوز تسميه. ماشي. طيب ادي حاجه. الحاجة التانية يا شباب اللي موجودة عندي في الـ في الـ في الشابتر ده، ان انا دلوقتي لو عاوز مش عاوز اي حد يدخل على السويتش ده الا لما يكتب باسورد الاول. طيب اعمل الكلام ده ازاي؟ يعني مش اي حد يجيب جهاز ويجيب الكونسول كابل يوصله على الجهاز ده يبدا يتوصل بالجهاز ده على طول دايركتلي من غير ما يدخل من غير ما يدخل باسورد ولا اي حاجة. فلازم اعمل الكونفيجريشن دي. اعملها ازاي بقى؟ هاجي على البي سي ده، اي كونفيجريشن في الدنيا هتعملها على راوتر او سويتش بعد كده لازم تعملها من خلال الجلوبال كونفيجريشن مود اللي انت شايفه ده كده. طيب هعمل ازاي؟ هعمل ايه؟ هقول له اول حاجه خالص لاين كونسول 0. يعني ايه لاين كونسول 0؟ يعني الكونسول بتاعتك اللي هي البورت بتاعتها رقم 0 ماشي، وهي اصلا بورت واحده اساسا اللي هي البورت رقم 0 دي، ادخل لي عليه. اول لما كليك انتر كده هتلاقي ان الكونفيج اتغيرت بقت اسمها اس 1 كونفيج لاين. يعني دلوقتي بيقول لك انا واقف دلوقتي على الكونسول انت عاوز تعمل ايه بقى؟ هقول له انا عاوز احط باسورد. ماشي. طيب هتحط باسورد ازاي؟ طبعا في خطوات معينه. هنيجي هنا كده كوماند بسيطه جدا اللي هي لاين كونسول 0، بعد كده هتلاقي عندك الباسورد. وطبعا الكلام ده تقريبا مكتوب موجود في شابتر 6 تقريبا. لا موجود هنا اهو.
عندنا هنا الكوماند بتاعتنا اهوت اللي هو اللاين كولز وزيرو كده، دخلت على اللاين كولز وزيرو، بعد كده بقول له الباسورد بتاعتك هتبقى سيسكو ماشي، وسيسكو دي او الباسورد بتاع سيسكو ده هيبقى على اللوجن بتاع الكونسول، وبعد كده بقى اند. يعني كده عملت الكونفيجريشن خلاص، هطلع بقى من ايه، من الكونفيجريشن دي. طيب دلوقتي لو انا ايه قمت جاي مطبق نفس الخطوات دي، هبدا هاجي على الكونفيجريشن بتاعي اهوت، هقول له ايه، هقول له باسورد مثلا سيسكو تمام، وبعد كده اقول له سيسكو ده او الباسورد ده هيكون على اللوجن ماشي، وبعد كده بقول له ايه، بقول له اكزيت. طيب تعال نطلع بره خالص كده اهوت، نطلع بره خالص، طلعنا بره خالص اهو. لو انا جيت قمت داخل انتر تاني كده هيطلب مني الباسورد. ليه هيطلب مني الباسورد بقى؟ عشان دلوقتي انا دخلت ككونسول، داخل ككونسول كاني داخل اول مره، فطالما انت دخلت اول مره انت لسه عامل كونفيجريشن من شويه على مين، على الكونسول ده، فلازم تحط الباسورد بتاع الكونسول عشان تقدر تدخل. فهنا لما ابدا اقول له ايه سيسكو، طبعا الكلام ما بيتكتبش، يعني اي باسورد بتكتبه على الاجهزه بتاعه سيسكو اللي هي سويتش او راوتر ما بيبقاش موجود عندك، ما بيبقاش مكتوب عندك، فالكلمه انت كتبتها مش باينه اصلا. وبعد كده تك انتر هيدخلك على طول على السويتش. كده دخلت على يوزر ايه، اكسكيوتابل مود اللي هو اول مود عندي. طيب ابدا ادخل على المود اللي بعدي، بدل ما اكتب كلمه انيبل كامله ممكن اقول له ايه، ايه ان بس، اقول له ايه انتر. طيب عاوز ادخل على الكونف تي اللي هو المود الاعلى منه، هقول له ايه، هقول له كونف تي. كده دخلت تاني على ايه، على جلوبال كونفيجريشن مود. طيب يبقى انا كده ايه وصلنا للجزء ده. ايه تاني موجود في السويتش؟ طبعا هوست نيم زي ما قلنا من شويه، لو انت عاوز تغير هوست نيم بتاعك فبتكتب كلمه ايه الهوست نيم، وتقول له اسم الايه، اسم هوست نيم. بيسمح لك انك ممكن تحط داش ما بين الاسم بتاعك اللي انت عاوز تحطه عندك في الهوست نيم بتاعك. فطبعا كلمه سويتش هتتغير الى اس دبليو داش فلور داش ايه داش 1 تمام كده يا جماعه، ده لو انت عاوز تغير الهوست نيم بتاعك زي ما احنا غيرناه من شويه. اللاين كولز زيرو زي ما قلنا الخطوات البسيطه ديت، ولو انت عاوز الباسورد بتاعك يكون سيكريت او يكون متشفر، فانت بدل ما تكتب كلمه مثلا تعال نشوف الكلام ده عملي احسن. لو احنا دلوقتي يا جماعه موجودين على الجلوبال كونفيجريشن مود اهو، طلعت انا بره مثلا، طلعت بره ازاي بالاكزيت، طلعت كمان اكزيت كده، انا كاني داخل اول مره على الجهاز بالكونسول. اول لما ادخل كده هيطلب منك الباسورد بتاع مين، بتاع سيسكو. طيب لو انا جيت قمت داخل ايه اي ان، هيدخلك على المود الثاني اللي هو الايه، اللي هو اليوزر بريفليجد مود. طيب انا عاوزه لما يجي حد كمان يدخل على اليوزر بريفليجد مود يطلب منه باسورد برضه. طيب اعمل الكلام ده ازاي؟ هدخل على الكونفيجريشن الاول، وبعد كده اقول له ايه، هقول له انيبل ماشي. في طريقتين اتنين بقى الباسورد، لو انت عاوزه بلان تكست ما يتشفرش هقول له انيبل باسورد كذا، طب لو انت عاوزه يتشفر هقول له انيبل سيكريت كذا. طب تعالى ناخد مثلا الاول اللي هو العادي، هقول له باسورد، الباسورد العادي بتاعك اللي هو مثلا ايه سيسكو 2 مثلا ماشي. يعني ايه انيبل باسورد سيسكو 2؟ يعني اي حد هيحاول يدخل على المود الثاني اللي هو اليوزر بريفليجد مود لازم ينطلب منه الباسورد اللي اسمه سيسكو ايه، اللي اسمه سيسكو 2 تمام كده. طيب تعال نجرب، لو انا قمت عامل طالع بره كده ماشي، طلعت كمان بره اهو داخل على الراوتر كاني داخل اول مره، يعني طلب مني الباسورد الاولاني اللي هو سيسكو ده بتاع الايه، ده بتاع الكونسول، ودلوقتي عاوز ادخل على النيبل. اول لما اتكل على النيبل هيطلب مني باسورد تاني اللي هو مين، اللي هو سيسكو ايه، سيسكو 2. لما اكتب سيسكو 2 هيدخلك على ايه، على اليوزر بريفليجد مود. بعد كده ادخل على الكونف تي عادي جدا عشان اكمل الكونفيجريشن بتاعتي. يبقى انا دلوقتي عرفت ايه، عرفت ازاي احط باسورد على الكونسول اللي هو اصلا اول مره تدخل على الجهاز، عرفت ازاي احط باسورد على الانيبل، عرفت ازاي اغير الهوست نيم. لو انا عاوز اغير الهوست نيم بتاعتي دلوقتي من اس 1 مثلا لاحمد، هقول له ايه، هقول له الهوست نيم احمد. انا كده غيرت الهوست نيم بتاعتي، خليت بدل اس 1 خليتها احمد. طيب لو انت عاوز تعمل ايه تاني، لو انت عاوز تحط الباسورد بتاع الانيبل ده تحطه سيكريت ماشي، عشان ما حدش يشوفه بعد كده ماشي، تعمل الكلام ده ازاي؟ هقول له هنا ايه، هقول له انيبل سيكريت ماشي سيسكو برضو ايه، سيسكو 2 مثلا. طيب هو كده عمل ايه، to enable secret you have chosen is the same as your enable
باسورد. هو بيقول لك يعني ايه اتس نوت ريكومندد اللي انت تحط الباسورد اللي انت لسه حاطه من شويه زي الباسورد اللي قبله يعني. فانت ممكن تغيره مثلا، تحط سيسكو 3، تحط اي حاجه. يبقى انا كده غيرت الباسورد بتاعي، بس الباسورد ده، الباسورد ده بالنسبه لي دلوقتي ايه؟ مشفر. طب ايه الفايده ان هو مشفر؟ طب الراجل ده اصلا هيشوفه ازاي؟ هيشوفه ازاي لو انت دخلت في المود الثاني اللي هو اليوز بتاع اليوزر بريفليج مود، اللي هو المود الثاني ده. المود الثاني ده من صلاحياته ان هو يشوف شويه حاجات، ان هو يشوف شويه حاجات. طيب لو انت عاوز مثلا تشوف ايه الكوماند اللي انت كتبتها على الجهاز ده، هشوفها ازاي؟ ممكن اقول له هنا ايه، هقول له شو الرننج كونفيج، حاجه اسمها الرننج كونفيج. ايه الرننج كونفيج دي؟ اللي هي الرام بتاعتك، يعني هات لي الحاجات الكوماند اللي انت كتبتها دلوقتي من اول ما فتحت الجهاز ده لحد ما ايه، لحد دلوقتي. طب لو انا اتكيت انتر كده، بص كده هتلاحظ كل الكوماند اللي انا لسه عاملها من شويه. اي حد ممكن يعمل الخطوه دي على الجهاز. انت مثلا قمت عملت كوبايه شاي ودخلت الحمام، رحت في اي حته، لو حد دخل على الجهاز بتاعك وقام كاتب الكوماند اللي هو شو رانينج كونفيج، هيعرف ايه الكوماند اللي انت كتبتها. طيب من خلال الكوماند اللي انت لسه كاتبها من شويه، مش انت كنت حاطط اصلا انيبل سيكريت سيسكو 2؟ يبقى انت لو كنت كاتب الباسورد بتاعك ومش كنت مش مشفر، هو هيشوفه ويعرف. طيب تعالى بص كده على انيبل سيكريت اللي احنا لسه كاتبينها من شويه. الباسورد اللي انا لسه كاتبه من شويه اللي هو سيسكو 3 ده، بقى شكله بالشكل ده كده. يبقى برضه ايه، هو مش هيعرف يدخل على مش عارف يدخل على السيستم بتاعك اللي هو اليوزر بريفليج مود الثانيه ديت، لان طبعا الايه الباسورد بتاعك مشفر في الحاله دي. وطبعا جاب لك هنا برضه الهوست نيم احمد اللي انت لسه كاتبها من شويه. يعني اي كومنت انت كتبتها من شويه بتبقى موجوده في حاجه اسمها راننج ايه، بتبقى موجوده في حاجه اسمها راننج كونفيج. ماشي كده يا جماعه؟ النوع الثاني من الكونكشن بتاعتك، انك عشان توصل الجهاز على الجهاز بتاعك البي سي على الراوتر او السويتش، بس بالميثود الثانيه اللي هي الفي تو واي، اللي هي قصدي التلنت يعني او الاس اس اتش. فطبعا لازم تعمل كونفيجريشن للموضوع ده. هتعمل كونفيجريشن للموضوع ده ازاي؟ هتقول له تدخل على الكونفيجريشن تقول له لاين في تي واي من 0 ل 15. انت عندك 15 16 بورت، اي حد من بره يقدر يدخل عليها من اي دوله تانية. ماشي، اللي هو الطريقه الثانيه بتاعه التلنت او الاس اس اتش. الطريقه بتاعه التلنت او الاس اس اتش، انت بتحدد مثلا دلوقتي لو انت عاوز ال 15 حد يدخل على الراوتر مره واحده، فلازم تعمل الكونفيجريشن على 15 ايه، على 15 بورت دولت ايه كلهم. طب لو انت عاوز مثلا ثلاثه بس يدخلهم، فهتقول له اللاين في تي واي من 0 ل 4 بس. ماشي، طيب الكلام ده اعمله ازاي على السويتش بتاعي او الراوتر بتاعي؟ طبعا انا دلوقتي واقف على الراوتر بتاعي اهوت، لازم ادخل طبعا على الكونف دي اللي هي الكونفيجريشن مود. هقول له اللاين في تي واي من 0 مثلا ل 4، يعني عاوز بس اول خمسه بورت بس من البورتس اللي اي حد ممكن يدخل عليها من بره. يعني سويتش موجود عندي في مصر اهوت، وعاوز خمسه بس يقدروا يدخلوا على الراوتر بتاعي من بره. طيب يبقى انت لازم تحدد ايه البورتس اللي هم بيدخلوا عليها برضه من بره دول. طيب بعد كده اول ما كليك كده هيقول لك ايه، طب انت عاوز الباسورد بتاعك ايه؟ هقول له الباسورد بتاعتي مثلا سيسكو ايه؟ سيسكو 3 مثلا. ماشي، الحاجات دي بتبقى موجوده على الايه؟ على اللوجن. يعني اي حد هيلوجن كتلنت او اس اس اتش لازم يدخل يحط الباسورد ده اللي هو سيسكو ايه، سيسكو 3، لان مش اي حد من بره يدخل على الراوتر بتاعه وخلاص. طيب وبعد ما اكتب ايه، بعد ما اكتب كلمه لوجن هقول له ايه، هقول له اكزيت. يبقى انا كده خلصت الكونفيجريشن بتاعتي. طيب اي حد هيدخل من بره عن طريق التلنت او الاس اس اتش هيدخل من خلال ايه، من خلال الباسورد ده. لازم يدخل الباسورد ده على مين، على الجهاز، عشان يقدر يدخل على الجهاز بتاعك. تمام كده يا جماعه؟ طيب طبعا لسه هنعرف بقى بعدين ازاي اصلا الجهاز التاني ده اللي هو الجهاز اللي من بره ده يدخل على الجهاز ده كالتلنت او اس اس اتش. هنعرف ازاي بندخل على الجهاز ده بالتلنت او الاس اس اتش بالكوماند برضه. ماشي، بس نعرف بس الكونفيجريشن الخاصه بالايه، الكونفيجريشن الخاصه بالموضوع بتاع التلنت ده. طيب ايه تاني موجود؟ الكلام ده كله طبيعي. طيب انت بقى بعد ما خلصت الكلام ده كله يا شباب، يعني بعد ما خلصت بقى الايه الكود اللي انت كتبته ده،
طبعا لسه واخدين برضو الشو رانينج كونفيج ديت اللي هو بيبين لك الحاجات اللي انت كتبتها دلوقتي على الرام. لو انت عاوز تسيف بقى الكلام اللي انت كتبته ده كله تسيفه على الجهاز عشان لما يجي يفتح تاني مره يبقى الحاجات اللي انت عملتها دي كلها متسيفه عندك. طيب الكلام ده تعمله ازاي؟ انت عندك ايه؟ عندك في المود الثاني اللي هو اليوزر بريفليجد مود، مش في المود الكبير ده اللي هو المود الكونفيجريشن. هرجع خطوه ورا ماشي واقول له كابي الرننج كونفيج ماشي. انا بتاك كتابه دلوقتي بكتب كلمه ار يو ان وبتاك كتاب ليه حاجه اسمها الستارت اب كونفيج. كده انت بتقول له ايه؟ كده الكوماند اللي انت عملتها لي في الرننج كونفيجريشن حطها على الستارت اب كونفيجريشن، يعني خزنها لي في الستارت اب كونفيجريشن اللي هو ايه؟ اللي هو الروم. يعني اول ما الجهاز يفتح بعد كده روح شوف الكوماند اللي انا كنت عاملها قبل كده وايه وشغلها لي على الجهاز بتاعي ماشي كده. طيب اول ما كليك انتر كده هيقول لك انت متاكد، هقول له ايه؟ هقول له انتر كده تمام. يبقى انا كده خلصت الايه الكونفيجريشن بتاعتي وظبطت الدنيا عشان اقدر اقفل الجهاز بتاعي عادي جدا، واجي بعد كده لما افتحه بس ثاني يوم او اي وقت ثاني يبقى الكونفيجريشن اللي عملتها ديت موجوده على الجهاز ما راحتش. ماشي كده يا جماعه؟ لحد هنا كده في اي سؤال؟ معلش حضرتك يا باشمهندس، هو انا لو بعد الكونفيجريشنز اللي عملتها كلها لو انا عايز اعمل مثلا ريسيت للراوتر او السويتش بتاعي وارجعه من اول وجديد بتعمل ممكن حاجه اسمها ادخل اريز. كوماند ايه؟ اريز بتمسح الايه؟ اريز الستارت اب كونفيج او اريز رانينج كونفيج. يعني في عندك كوماند هنا اسمه ايه؟ لو انت مثلا انت بتقرا بقى من على الموقع في حاجات مثلا ممكن اكون ما شرحتهاش بس حاجات بسيطه يعني. في عندك هنا كوماند اسمه اريز اللي هو بيمسح الايه؟ تكتب كلمه اريز وبعد كده رانينج كونفيج او اريز ستارت اب كونفيج. برضه بينكتب على المود الثاني اللي هو اليوزر بريفليج مود. موجوده هنا تمام تقريبا موجوده هنا دي بتسيف الكونفيجريشن اهو. بص كده اللي هو كلمه اريز ستارت اب ايه ستارت اب كونفيج كده بتمسح كل الحاجات اللي انت خزنتها على ايه على الستارت اب كونفيجريشن ولا كانك عملت اي حاجه. ماشي كده يا جماعه؟ تمام طيب فده الايه ده الكوماند اللي هو ايه المسؤول عن الموضوع ده. بعد كده الشو رانج كونفيج اتكلمنا عنه. طبعا البورتس او الاي بي ادريسز بقى لسه هنتكلم عنهم اصلا، لسه نحط ازاي نحط اي بيات على الاجهزه الموجوده عندنا والانترفيسز بتاعت السويتش. هنا بيقول لك ان كل سويتش مثلا بيبقى 24 بورت وكل بورت من دي بيبقى عليها ايه بيبقى عليها بيبقى ليها رقم معين وانترفيس بتاعتها، وانت تقدر توصل طبعا ال 24 جهاز على السويتش ده عشان يعمل لك شبكه معينه. وطبعا انواع برضو الاسلاك تاني بيبدا يعيد لك تاني في الكلام ده. ازاي بقى تحط انت اي بي على الاجهزه الموجوده عندك؟ نيجي نشوف الايه نيجي نشوف الموضوع ده هنا كده. لو احنا عندنا مثلا عاوزين نحط اي بي على الجهاز ده اللي هو البي سي ده، باجي افتح الجهاز ده كده وتيجي على تقفل الاكس دي على الديسك توب هتلاقي في عندك حاجه اسمها الاي بي كونفيجريشن. ماشي انت عندك اول حاجه باي ديفولت هو بيبدا يفتح لك بالفيزيكال. انا عاوز افتح دلوقتي عاوز احط اي بي على الجهاز ده، فهاجي هنا على الديسك توب وهتلاقي عندك حاجه اسمها اي بي كونفيجريشن. احنا لسه مستخدمين شويه التيرمينال ده، التيرمينال ده اللي هو الايه اللي هو بتبدا تدخل على الجهاز من خلال الكونسول. طيب لو انا عاوز احط اي بي على الجهاز بفتح الاي بي كونفيجريشن هيفتح لك الايه الويندو دي. الويندو دي بقى تبدا تحط الاي بي بتاعك. ايه الاي بي ده بقى؟ الاي بي دي رقم يونيك، ده اللي هو كانه العنوان بتاعك بالظبط. اي حد عشان يوصل لك لازم يكون عارف الاي بي بتاعك ده. فمثلا احنا ممكن نحط ايه 192 168 مثلا 10 2 مثلا، يبقى ده الايه ده الاي بي بتاعك وده السبنت ماسك بتاعك. لسه طبعا هنشرح الكلام ده كله بالتفصيل ان شاء الله. طيب فده ايه ده ازاي تحط اي بي على الجهاز ده. ماشي كده يا جماعه؟ تقريبا كده خدنا الحاجات الاساسيه اللي موجوده في شابتر 2 برضو، ما بقاش عندنا اللي هي الحاجات بسيطه. فمطلوب منكم بقى تقروا الشباتر الموجوده على الموقع اللي هي موديول 1 وموديول 2، ولو في اي سؤال ممكن ايه ممكن حد يساله المره الجايه ان شاء الله. وطبعا في برضو حاجه انا عاوزكم تجربوها انتم، حاجه اسمها البانر ام او تي دي. البانر ام او تي دي ده اللي هو عباره عن رساله ترحيبيه كده، اول ما حد يدخل على الراوتر او السويتش بتاعي يظهر له رساله ترحيبيه كده. فالرساله دي بتتعمل ازاي؟ انك بتدخل برضو على الكونفيجريشن مود وتقول له البانر ام او تي دي وتكتب رساله معينه ماشي، والرساله دي بعد كده لما يجي يطلع بره خالص ويدخل تاني او يدخل تاني فبيبدا ايه رساله تظهر له، يعني كانها رساله ترحيب كده. فديت حاجه بسيطه مش محتاجه
عاوزك تجربها انت يعني. بس ده اللي هو موديول 2، وطبعا خدنا موديول 1. في اي سؤال يا شباب؟ فاضل 3 دقايق في التسجيل ده، في اي سؤال؟ معلش حضرتك يا باشمهندس، بس استفسر عن حاجه. انا كنت شفت حاجه قبل كده للبايثون ويز نتوركينج. هو البايثون له علاقه بالشبكات او البايثون هو، انا مش سامع صوتك ولا ايه؟ الو، مش مهندس، المواعيد الاساسيه امتى بقى؟ احنا عاوزين نتفق على ميعاد المواعيد الجايه بقى، يعني ايه اللي نسيبكم بقى الاسبوع الجاي؟ ممكن تكون اتفق على الثلاث والجمعه يا باشمهندس، او الاثنين والجمعة. يوم الاثنين والجمعة. الاثنين أنا والجمعه. الاثنين مش نافع معايا خالص يا باشمهندس. الاثنين مش نافع معاك خالص. ممكن الصبح، وإنما بالليل لأ. ماشي، ما هو الاثنين مثلا ممكن ناخد الصبح، ممكن ناخد الساعه 10 الصبح. ماشي عادي. الاثنين مش مناسبني يا باشمهندس الصبح. ليه؟ معاك وقت العصر من 4 العصر. طب ايه اللي أنا الناس بتقول؟ معاكم طول الأيام من 4 العصر، بعد 4 من 4 العصر لحد العصر، لكن من انت الصبح بس مش يا علي هعرف ولا أصلا. في حد تاني؟ الناس اللي فاتحه، الناس اللي قافله المايك تفتح وتتكلم. أنا تمام، ما ينفعش معايا الاتنين من أول الساعة 5. ماشي. يعني الجمعه مثلا، الجمعه ديت فيها مشكله لحد ولا هو لا اجازه للكل؟ الجمعة لا ما فيش. طيب لو احنا خدنا الجمعه الجايه مثلا، من بعد الصلاه مثلا، في مشكلة؟ لا تمام ده. لا تمام. يعني ممكن تمام. نبدأ مثلا على الساعة 1، الساعة 1:30. ايوه حلو تمام. 1:30 تمام. خلاص، يبقى المرة الجاية إن شاء الله الساعة 1:30. واحنا هنتفق اليوم بيوم يا باشمهندس؟ ليه؟ هنتفق اليوم بيوم يعني لا، مجموعة ما هو نتفق. مثلا دلوقتي خدنا الجمعة اهو، ناخد بقى ايه؟ ما هو هخلي المواعيد دي معانا، يعني مثلا نتفق على الميعاد التاني. ماشي في اي وقت تاني. يعني ممكن مثلا، احنا قلنا الاثنين مش نافع. في ناس تقول لك انا مش عاوز الصبح، وفي ناس مش عاوزه بالليل. كنت حضرتك قلت الثلاث والخميس مش نافع مع حضرتك، ولا اثنين كده، ولا ثلاث ولا خميس، انا واحنا ممكن ان الثلاث والخميس بس بالليل، لان انا عندي محاضرات الصبح. فممكن مثلا الاثنين برضو مش نافع معاكم. طب لو احنا خدنا مثلا الاربع في مشكلة؟ أول ساعات أربعة عندنا احنا العصر يا ست باشمهندس أنا عادي بالنسبة لي. ايه؟ 4 العصر، أنا من 4 العصر عادي بالنسبة لي، من بعد 4 العصر. احنا يوم الاربع بيبقى ساعات عندنا سكاشن بايثون يا باشمهندس تدريب. يعني مثلا نخلي الجمعة ثابت 1:30. تمام ماشي. ماشي؟ تمام. ونشوف بعد كده اليوم المناسب، يوم الجمعة إن شاء الله نتكلم فيه. بس تمام يا باشمهندس. تمام. خلاص ماشي يا جماعة، بالتوفيق إن شاء الله. يا باشمهندس، هو الجمعة الجاية اللي هي بعد بكرة ولا اللي بعد أسبوع؟